وللمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. ارحب بك دكتور مصطفى. اهلا وسهلا فندم، مساء الخير. مساء النور دكتور مصطفى. بنتحدث عن اجراءات وخطط تقوم بها الدوله في الفتره الحاليه لمواجهه التغيرات الاقتصاديه التي نشهدها على مستوى العالم والتي بالتاكيد اثرت على الداخل المصري، يعني كيف ترى الخطوات الاخيره المتخذه فيما يتعلق بالافراج عن البضائع الموجوده في الموانئ المصريه؟ هو طبعا طالما تم التنسيق ما بين الاجهزه المعنيه سواء البنك المركزي وايضا يعني الحكومه ممثله في وزاره الماليه، تم التغلب على العديد من الصعوبات اللي واجهت مصر خلال الفتره الماضيه، وكان منها التراكم الكبير في المخزون او بعض من البضائع في المواني، وللاسف اثرت تاثير كبير على الوضع الاقتصادي. الحمد لله اللي تم التنسيق ما بين الاجهزه المعنيه والوزاره، يعني والوزاره والحكومه سواء ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي، تم الإسراع بقى في حركة التشغيل وخروج العديد من مستلزمات الإنتاج من المواني. قدرها امبارح دولة رئيس الوزراء بحوالي 5 مليار دولار، وبيكون في إسراع في عملية تدبير العملة لخروج باقي الأجهزة أو باقي المستلزمات الخاصة بأجهزة التشغيل داخل الدولة. نعم. هيكون في استفادة كبيرة جدا إن شاء الله على العديد من الأبعاد، منها في تراجع ملحوظ في أسعار سعر الصرف في السوق الموازي، يعني شايفين إن في انخفاض كبير جدا في سعر الدولار في السوق الموازي. نعم. الأمر الثاني إن شاء الله خلال الأيام القادمة سوف يكون في تخارج كبير جدا من السلع من المواني، وده هيزيد حركة الاستقرار داخل السوق المصري. نعم دكتور مصطفى، أثناء افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحدث عن عدة نقاط فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وضرورة التكاتف من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع، وأشار أيضا لنقطة تتعلق بضرورة وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة، يعني أهمية ذلك وكيف يمكن أن يتحقق على أرض الواقع؟ خلينا نقول يا فندم إن دايما الشغل الشاغل للدولة أو للرئيس إن يكون في تنمية وفي حركة تشغيل واستثمار، لأن دي اللي هتكون قادرة على حركة التشغيل. الشغل الشاغل للرئيس إزاي يكون تواجد فرص عمل تساعد المجتمع وتنمي موارد المجتمع والأسر من خلفية تشغيل حقيقي. النهارده بنشوف افتتاح كبير جدا لعدد من المشروعات من الجهاز الخدمه الوطنيه في شركه النصر، وده مشروع بيحقق كذا بعد في غايه الاهميه. البعد الاول انه بيوفر عمله صعبه، اثنين بيوفر سلع بديله من حركه الاستيراد، ثلاثه ازاي بيدي السيد الرئيس النهارده بعد رؤيته يعني المصنع الكبير والفرصه الاستثماريه، ازاي بيدي رؤيه للناس ان يعني المشروعات القوميه يجب ان تستحسن مواردها، يجب ان تحسن من مواردها الماليه. انا بمنتهى الامانه وانا ليا خبره في الاستثمار، مستغرب من الحمله الاعلاميه اللي بتقول مثلا قناه السويس ان هي هتعمل موارد ماليه، هتزود حركه التشغيل، هتزود فرص العمل، هتزود فرص الاستثمار. فطبعا ده يعني بيكون للاسف مش جاي على اهواء يعني بعض من الجماعات الارهابيه او يعني اعداء النجاح او ما بيسمى بالشيء المضل للراي العام. علشان كده الفرصه السامحه النهارده ازاي نكون كل اسره استثماريه او كل مجتمع استثماري او رجال اعمال غرف تجاريه تخلي من جانبها زيادة في موردها المالية حتى تعتمد على أنفسها دون أن احنا نعتمد على الخارج. أعتقد ده نجاح، بس لازم يوصل لقدرة المجتمع في تفسيره ويعني إعطائه الفرصة في كيفية تدبير الأمر. نعم شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.